السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نقوم بالتسجيل في الموقع الروسي باللغة العربية؟ هذا هو محور درسنا الخاص بهذا اليوم. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى توصلونا بكل جديد القناة. جيد، كما تلاحظون الصفحة تظهر باللغة العربية. لماذا؟ لأنني قمت بترجمتها إلى اللغة العربية. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نعمل عليه إن شاء الله في هذه الحلقة، وكذلك نقوم بإنشاء حساب خاص بالإيميل الروسي. قبل أن تقوم بالدخول إلى الموقع، سوف تذهب مباشرة إلى مثلا هذا هو الإيميل الروسي. سوف يظهر لك الصفحة بهذا الشكل باللغة الروسية كما تلاحظون، وسبق وشرحت كيف تعمل على ترجمة الموقع إلى اللغة الروسية. هنا إذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء الحساب، هنا إذا كنت تريد أن تقوم بتسجيل الدخول، سوف نختار هذا الخيار من أجل أن نقوم بإنشاء حساب جديد. بالنسبة للتغيير اللغة فالعملية بسيطة جدا. أول شيء يجب أن تقوم بفتح الحساب على متصفح جوجل كروم. بعد أن تقوم بفتحه على جوجل كروم، سوف تأتي لهذه الأيقونة التي سوف تظهر لك في المتصفح الخاص بك الخاصة بالترجمة. تنقر عليها، بعد ذلك مباشرة سوف تظهر لك هذه الصفحة. إذا كنت تريد أن تقوم بالتسجيل في الموقع باللغة الإنجليزية، يمكنك استعمال اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة لي أنا فأريد أن أقوم بشرح لكم كيف تقوم بالتسجيل في الموقع باللغة العربية، لأنني أتلقى مجموعة من الطلبات من الإخوة، وكذلك هناك من اشتكى من مشكل في اللغة. سوف نعمل على ذلك. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالنقر على هذه الأيقونة الخاصة بالترجمة Translate the page. تنقر هنا على Option. بعد ذلك سوف تختار هنا Long، تختار هنا تغيير من الإنجليزية، سوف تجدها بإنجليزية أو الروسية. تقوم بترجمتها إلى Translate the Long. هنا سوف تختار اللغة، أنا اخترت العربية على هذا الشكل، ثم نختار هنا Translate، ثم ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم ترجمة لنا الصفحة. كما تلاحظون معي الآن أصبحت الصفحة مترجمة. الآن هنا سوف تقوم بكتابة الاسم الخاص بك. مثلا سوف أقوم بكتابة محمد، هنا النسب على سبيل المثال، هنا بالنسبة للشهر واليوم. أنا دائما أفضل أن تقوم بوضع واحد واحد حتى إذا قمت بنسيان تاريخ الميلاد أو شيء من هذا القبيل تجدها واحد واحد أفضل. بالنسبة للجنس، إذا كنت فتاة يمكنك أن تختاري أنثى، إذا كنت ذكر تختار ذكر. هنا بالنسبة لليوزر الذي تريد أن تقوم باستخدامه، مثلا سوف أختار رغم أن هذا الاسم سوف يكون متاح كما تلاحظون فهو يوجد بالفعل. سوف نعمل خطوة أخرى، كما تلاحظون يعطيك خيارات. يوجد بالفعل الحساب بهذا الاسم. قد ترغب في هذه الأسماء، يمكنك أن تختار أي اسم. هنا على سبيل المثال سوف نختار هنا هذا الاسم فهو جيد. هنا لديك عدة نطاقات، يمكنك أن تختار النطاق الذي تريد. على سبيل المثال هنا email.org، كذلك هنا book.org أو inbox.org، هناك العديد منها، يمكنك أن تختار أي شيء تريد. كلمة المرور، يمكنك أن تقوم بوضع كلمة المرور تكون قوية لا تتكون من 1 2 3 4 5 6. كما شرحنا من قبل دائما قم باستعانة بالحروف وكذلك بعض الرموز من أجل إنشاء كلمة المرور، وسوف أريكم على سبيل المثال كلمة المرور. يمكنك أن تقوم بتقويتها وعدم التعرف عليها من طرف بعض البرامج وغيرها من الأشياء. فمثلا هذه كلمة المرور قوية كما تلاحظون معي، سوف ننقر هنا. لاحظوا معي كيف هذه الكلمة المرور، فهي قوية جدا. يمكنك أن تستخدم هذه كلمة المرور، كذلك يمكنك أن تقوم بعمل الاسباس هنا لا يقبلها، لكن هذه كلمة السر فهي قوية، يمكنك استخدامها بهذه الشكل. ثم نقوم بإعادتها هنا.
نأتي إلى هنا بالنسبة للرقم الهاتف. إذا كنت لا تتوفر على رقم هاتف يمكنك أن تقوم بتجاوز الأمر باختيار مثلا هنا بريد إلكتروني، تقوم بإضافة بريد إلكتروني. يمكنك أن تقوم بإضافة بريد إلكتروني. إذا كنت تريد استخدام رقم هاتف قم باختيار رقم الهاتف هنا، تختار هنا الدولة التي أنت منها، مثلا أنا ماروك. هنا تقوم بإضافة الرقم الهاتف هذه الشكلة. بعد انتهاء من العملية يمكنك أن تقوم بالنقل على التسجيل، وبهذا تكون قد قمت بإنشاء حساب من خلال الموقع الروسي كما قلت باللغة العربية بطريقة سهلة جدا. أتمنى أن تكون الطريقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.